السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة الفراخ المقرمشة أو الفراخ البروست أو الفراخ الكنتاكي زي ما تحبوا، بس هنعملها بقى في البيت وبطريقة جميلة وفراخ نظيفة. بس يا حبايبي ما بتتعملش بفراخ وزنها تقيل، مثلا 2 كيلو المفروض تتعمل، يا إما الفرخة وزن كيلو أو كيلو إلا ربع بالكتير أوي كيلو ونص. بص يا حبايبي بقطعها أهي أهي وأعمل فيها فتحات اهي، بتتقطع 8 وحدات او 10، من 8 ل10 وحدات زي ما تحبوا. طب بص الاول انا ايه، غسلتها بملح وليمون، وزي ما قلنا اقوى حاجة بتحوش الزفارة، زفارة الطيور، اي طيور، ارنب، فراخ، حمام، بط، اي نوع سمان. الملح والليمون اقوى حاجة يندعك بيها الزفر. خلاص يا حبايبي انا قطعتها اهي، وتقطيعها زي ما تحبي، بس يستحب يا حبايبي الجلدة تبقى عليها، الجلدة بتاعتها تبقى عليها. خلاص معانا فرخة قطعناها 8 وحدات. هنشوف هنعمل ايه بعد كده. دي توابل فراخ معانا. الاول توابل فراخ: فلفل اسمر، ملح من كل حاجة معلقة كبيرة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، جنزبيل، من كل حاجة معلقة كبيرة، والفلفل الأسمر المتحوج يا جماعة. خلاص دي التتبيلة بتاعتنا. بقى هنجيب الدقيق، معانا 2 كوباية دقيق ومعانا 2 معلقة نشا، هنحطهم على بعض ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. هنحط التوابل دي يا جماعة في بولة كده ونقلبها، لأن هناخد نصها على الدقيق اللي هنعمل منه التتبيلة وهناخد نصها على اللبن ده. خلاص يا حبايبي هنجيب معلقة ونقلبها اهي، هنقسمها بالنص. بصوا يا جماعه قلبنا التتبيله كويس، شويه التتبيله دي هنحط منها نصها هنا ونصها هنا اهي، قسمناها كده بالنص وبالنص، شويه التوابل الحلوين دول كده. خلاص اهي يا حبايبي قلبنا التتبيله مع شويه اللبن، ومعانا شويه لبن هنا برضو، هنشوفها عاوزه تاني ولا لا. هنسقط الفراخ اهو واحده واحده. بصوا يا حبايبي التتبيله تكون مغطياها اهي. بصوا يا حبايبي ما احتجناش لبن تاني، كوبايه اللبن دي هي خدت كوبايه بس مج قد ده الفرخ. وبصوا يا حبايبي متغطيه يا دوب كده بس اهي. هنحطها في التلاجة اقل حاجه 2 ساعة، لو مستعجله حطيها، لو مستعجله وهتعمليها بعد ساعه حطيها في الفريزر. بصوا يا حبايبي انا هحطها من حوالي 6 ساعات في التلاجة. خلاص يا حبايبي بصوا يا حبايبي دي كنت حطها زيادة عن 6 ساعات في التلاجة اهي، فراخ ومفتحها برضو، دي اللي هحطها في التلاجة. فانا هجيب اللي كانت محطوطة ونعملها دلوقتي مع بعض بنفس التتبيلة اهي يا جماعة. هنبدأ بقى نحطها في الدقيق والخلطة وبعدين نحط. بصوا يا حبايبي بنطلعها من التتبيلة اهي اهي، ونحطها كده ايه في الدقيق اهي، ما بنحطهاش كده يا دوب اهي، وبعدين بنطلعها من هنا. بصوا بقى هنعمل ايه تاني، بنحطها كده في التتبيله اهي. بصوا يا حبايبي ونحطها كمان مره اهي اهي. بصوا بس هعمل الباقي كده وهنشمعها في التلاجة لمده ساعه تحت الفريزر. خلاص يا حبايبي وبعد كده هنقليها في زيت غزير اهو يا جماعه، اتقدح، لازم هننزل الفراخ وهي مقدوحه اهو. اول 5 دقايق الزيت بنعلي على الاخر، اول 5 دقايق، بعد كده بنوطي عشان قلبها يستوي اهو يا جماعه. قلبناها وهنعمل الباقي كله زي ده. اول 5 دقايق هنعلي النار، وبعد كده هنوطي عليها عشان قلبها يستوي. خلصنا الفراخ الكنتاكي. شوفوا يا جماعه مش عايزه اقول لكم، دقتها تحفه، احلى من بتاعه المحلات، وعملنا معاها سلطه كولو سلو وسلطه طحينه. خلاص وشويه مخلل على بطاطس مقليه على شيبسي، والعيش اهو يا حبايبي اهو، العيش اهو اللي هناكله بيها. خلاص يا حبايبي وبالهنا والشفا عليكم، ولو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.